رفع أصحاب السترات الصفراء في فرنسا أمس السبت شعارات ضد مدينة مراكش أثناء احتجاجاتهم على زيادة الضرائب وزيادة على رسوم المحروقات. واستغرب شأن العام المغربي وهو يرى المحتجين في فرنسا يحملون لافتة لا لمراكش في غياب معطيات واضحة وغياب علاقة بين المدينة المغربية والاحتجاجات في فرنسا. ويتعلق الأمر بميثاق مراكش للهجرة الذي سيوقع عليه مجموعة من دول العالم نهاية هذا الأسبوع بمراكش ضمن فعاليات أشغال المؤتمر الدولي حول الهجرة. هذا الميثاق يسعى لإقرار مبدأ الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وهو ما دفع محتجو السترات الصفراء لرفع لافتة مراكش لا رفضا لتدفق المهاجرين على بلادهم، على غرار ما قامت به الدول الأخرى التي رفضت التوقيع على الميثاق أبرزهم أمريكا. ويدعو الميثاق الأممي إلى الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، وطالبوا اللجوء عبر رحلتهم إلى الدول الأوروبية والغربية من خلال السماح لهم بالهجرة ضمن حاجة كل فرد وبطريقة مشروعة. وعاشت فرنسا يوم أمس السبت يوما أسودا بعد وقوع صدامات قرب الشانليزية بباريس، استخدمت خلالها الشرطة الفرنسية الغازات المسيلة للدموع لمنع وصول المتظاهرين للقصر الرئاسي. واعتقلت السلطات الأمنية حوالي 700 من أنصار حركة السترات الصفراء بحسب ما قال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، بينما تتحدث وسائل إعلام على أن عدد المعتقلين وصل إلى 1000 معتقل. واضطرت السلطات إلى إغلاق المتاجر الكبرى بالعاصمة الفرنسية مخافة وقوع أضرار بها، بالإضافة إلى إغلاق برج إيفل. وبدأت الاحتجاجات قبل 3 أسابيع رفضاً قرار زيادة الضرائب على أسعار الوقود، قبل أن تشمل قضايا أخرى منها إصلاحات في نظام التعليم.